السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على توقيف البطولة الرديف للموسم 2020-2021. ناس كملت يا مام والله على بال بلي الناس دخلت في التحضيرات. احنا لازم تا يبداو حنايا، احنا فور، احنا ما كاش كيفنا، احنا شعب الله المختار، احنا ربي راه ربي، احنا ما كاش احنا كيفنا. على بالك بلي المسؤولين تاعنا قروا لازم تا تبدا الشامبيونا في الموند كاع باش احنا نحبسوا، وكي هما بيحبسوا كيما يبغوا يحبسوا حنا نقلعوا. هذو اي دعوة شر، هذو دعوة شر، هذه هي دعوة شر. هما قضبتهم دعوة شر، وكاع كاع وين ما شوف اللي قرا في المسألة الأولى في الجزائر طالع كاع قضبتنا دعوة. نقول لكم شنو هي خاطش عليه كاع قسما بالنازلات الماحقات في الإعلام كاع نغنوها، قسما بالنازلات الماحقات، اشتيلا قسما بالنازلات الماحقات، اشتيلا قسما بالنازلات، قسما بالنازلات، اشتيلا النازلات الحجرة قرآن، قاسمين بالقرآن ونكذبوا قلت لك نكذبوا يكذبوا يخونوا ديروا كلش على دعوة شر. هما قلبتهم دعوة شر، وحنايا احنا جايين في الجرة. أنا أقولكم هذا هي الحقيقة اللي تضرهم، هذه هي الحقيقة اللي تضرهم. خاص قال عام أنا قاسما بين نازلات الماحقات، أي أحلف أنت يا هما دو دعوة شر وإحنا متبعينهم، هما دايين دعوة شر وإحنا متبعينهم. هاراي وين راهي هاراي زادو بيحبسوها. وانا نقولكم مادام شو اروع نقولكم مادام الثورة اي دوزيام شوفنا متحبس، والله يلعبوها مع الوحدة يا ودي، والله ما عشت ما شو ما الى الثورة. شفتو الثورة كلاسات كاتريام هذيك حاجة وخدا اخرى غادي تحبس الشامبيون، بصح مادام الثورة دوزيام الشامبيون متحبس. وين أعلنت الرابطة المنحرفة والمجرمة لكرة القدم ظاهرة اليوم الخميس عن توقيف بطولة الرديف لموسم 2020-2021. الناس هي داخلة في 21-22، حنايا 20-21، حنا مازلنا في 20-21، والناس داخلة. علاش نقول باللي مزية عنتر يحيى ما جاش؟ على وليت نقول يا ربي عنتر يحيى ونقول خطيك، الناس قالك تذكرها عنتر يحيى. يا ودي انا عنتر يحيى حبيبي وخويا، حبيبي وخويا سي محمد، اش كذبوا حنايا؟ يجي واحد يجي بالبل عليك تا يجي ها راهي وين راهي وين وصلت هذاك بول الحياة. قال لكم لا حنا نجيبوا حاجه مليحه، لا بغات بالكذب، لا بغات نقول لكم ولا يصحح في الكذب تاعو ولا يحلل في الكذب، لا بغات نقول لكم محرز راهي بصح حاجه مليحه. هادو يهضروا غير على فضائح، وانا نهضر لك على الفضائح تاعي، نهضروا على المسؤولين هادو لازم يوخروا. اي اروح نقول لك اروح، يا ما عندك والو في لافريكا، ما عندك حتى حاجه، ما عندك حتى حاجه. جا ما بالماضي تا المورا خايف، نقول اش تبي يدير؟ انا نعطيك من ضروك بيدير بيعلن على الاخرى في البياسبور وكلش، بيهدر على لي زاربيت ويهدر على لجنه التحكيم في لافريك الا ما على بالكش، من ضروك بيهدرها قدام تكماسا جيبوتي وتكماسا الاخرى. عقل عليها راني نقول لك. وكانت لجنة كرة القدم محترفة برئاسة ياسين بن حمزة قدمت عدة اقتراحات على المكتب الفيدرالي كإجراء. يا ودي راه هنايا رئيس اتحادية بركة عندي نقرب